اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. ولد النبي في يوم الاثنين في ربيع الأول 12 بعد حادثة الفيل بخمسين يوم. زوجات النبي 11، في أربع بنات وثلاثة ذكور: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة قاسم والطاهر وعبد الله. كان خلق القرآن. كان النبي وجهه مستديرا أبيض الوجه تشوبه حمر، ليس بالطويل ولا بالقصير، جسمه متناسع عرضه أسود، لحيته سوداء كثة. يموت يوم الاثنين عمره 63 صلى الله عليه وسلم.